السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ ميدوشا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير لكم وصفه الكونفيتور دابريكو، ولا المربى المشماش، ولا مربى البرقوق، كل واحد كيفاش يسميه. رانا مازلنا يعني في فصل المشماش، وكاين اللي يحبوا يحضروه للشتاء ولا يحتاجوه من بعد. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وقبل ما نبداوها نصليو على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندي هنايا كما راكم تشوفوا البرقوق يكون لازم طايب، يكون من اللي طايب مليح. عندي كيلو 200 غرام بعد ما نحيت لي نوايو تاعو، البذور هذيك ولا كيف سميوها، العظم تاعهم الداخل، وزدت عليهم 750 غرام سكر حبيبات. دونك اللي ما عندهاش الميزان باش توزن المشماش هذا ولا البرقوق، شريو كيلو ونص ونحيو له غير العظام، يعطيكم حوالي كيلو 200 غرام، وزيدوا عليه 750 غرام سكر، ونخلط هكذا مليح في الماعون اللي يديروا فيه يعني الباسين ولا صالادي هكذا. واللي يحب يدير كمية كبيرة يعني لازم ديروه في حاجة كبيرة. نخلط مليح السكر مع المشماش ونغطيه ونخليه الليلة كاملة، خليه يبات هكذا الليل كامل في مضرب يكون شوية بارد، بس كنا في سخانة في الثلاجة من تحت خلاص، ولا في مضرب يكون ما فيش السخانة بزاف. والغدوه هاكم تشوفوا كيفاش طلق الماء نتاعو والسكر ذاب شويه، نجيب طنجره تكون ثقيله وما تلصقش. انا عندي هذه تيفال وثقيله، ثم نفرغ فيها هذا الخليط هذا تاع المشمش والسكر، ونحطهم على النار في البدايه تكون قاويه. وجيبوا ملعقه تاع خشب، يعني الكونفيتور الاحسن تخلطوه بالملعقه تاع الخشب، وهاكم تشوفوا هذه الرغوه هذه ولا الليكيوم هذا، هو يروح وحده. وحطوا الملعقه هكذا فوق الطنجره باش ما يفيضش هذاك الرغوه، ما تفيضش. ومن بعد كي يبدا يذقل هاي تروح هذيك الرغوه بشوي بشوي، تروح وحدها. كي تشوفوه ذقل نقصوا للنار، خليوها شويه تحت المتوسط، باسكو من بعد كي يذقل فيه سكر ونخافوا لا يلصق ويتحرق. وحركوه كما تشوفوه هكذا بدا يذقل، حركوه من حين لاخر، ما تحبسوش يعني ما تنساوهش هكذا. كما تشوفوا دوكا كي نهزوا بالمغرفه يعود يهبط ثقيل، نطفي عليه النار، ولا حبيتو يكون شويه جاري طفيو شويه قبل على القوام هذا نتاعي، انا درتو شويه ثقيل. وحابه نعقب عليه البغا ميكسور باش نقلبو مليح ليس، ليه نسحقو بزاف الحلويات. ولا حبيتو نتوما تخليوه هكذا يقعد هكذا لي بتي مغصو، لكن تسحقوه غير هكذا للماكله، تقدروا ما تميكسيوش يعني تخليوه هكذاك وهو حامي هكذا. ديروه في لي بوكو، ديروه في لي بو هذو. انا عندي هذو لي بو تاع الكونفيتور اللي هزو 450 غرام، اغسلوهم مليح وديروهم في طنجره، غطيوهم بالماء وديروه شعلوا عليهم النار مع يبدا يغلي، حسبوا 5 دقائق باش تعقموهم كما البيبغون هكذا. 5 دقائق بعد ما يبدا يغلي الماء وطفيو عليهم وخليهم يشفوا مليح مليح مليح، ما لازمش تقعد فيهم حتى قطره ماء. فوالا هكذا. ومن بعد نحطوا الكونفيتور فيهم حامي، لازم الكونفيتور يكون حامي كي ديروه في لي بو تاعو. ولا ما عندكمش لي بو هذو تاع الكونفيتور، تقدروا ديروا اي، كاين هذاك اللي نشريو فيهم اللوبيا المرقده، اللي نشريو فيهم المايونيز، اللي اغسلوهم برك وعقموهم هذا مكان. شوفوا انا هكذا راني نعمر بالمغرفه. ثم عندكم شيبا محقن كبير ولا كي جاي كيف يضلكم منه ومنه، سورتو على الحواشي تاع برا امسحوه مليح بالبابي سويتو هذاك تاع الورق الماس، وكي تسقفلو اقفلو مليح وقلبوه على الجهه تاع المغط. فوالا راني نكمل. انا جاني اكل كل 3 بو بلي بو هذو قلتكم تاع تقريبا رطل، ميم با ماهوش رطل، 450 غرام. فوالا نقلبو هكذا وهو حامي. هاكم تشوفو دار لي 3 وشويه، هذا درتو هكذا ما قلبتوش باسكو نخليوه ناكلوه. وكي تقلبوه حسبوا واحد 10 دقائق، ولو يبرد غير شويه برك نتوما عاودوا رجعوه على الوجه تاعو، ما تخليوش يبرد كومبليتوم. هاني هنا حليت واحد باش تشوفو، هاكم تشوفو يجي هايل ورائع، ويعني ما تطلبش يعني وقت كبير وساهل. واللي عنده المشمش ولا غير يحسن يدير في دارو خير. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وشهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.